السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الميني كورس، ولا في هذه الدورة الصغيرة اللي غادي نخصوها لواحد واحد البيبليوتيك ولا واحد المكتبة اللي عندها علاقة بالفورمز في الرياكت. فمثلا حنايا كاملين، يعني كاع اللي كيخدم رياكت جي اس، فإلا سبق لك خدمتي بلي فورم في رياكت جي اس، فغادي تكون ضروري ما تحطي في المشكل ديال انك كيفاش تريكوبيري لي دوني من الفورم، وخصوصا المشكل ديال الفاليداسيون، كيفاش تفاليدي لي شون ديالك يعني قبل ما تصيفطهم للسيرفر. فهنايا كنا يعني كطيح بزاف نتاع المشاكل، خصك تكتب الكود لراسك وتبقى تستي على لي شون. الا كان هاد لو شون كدا خاوي، خصني نافيشي الايرور بانه لو شون راه فيد. الا كان مثلا فيه غير 5 د لي كاركتير وانا بغيت مثلا 8، خصني نافيشي بان لو شون خص يكون فيه 8 ديال لي كاركتير وما الى ذلك. المهم انا اختاريت هاد الميني كورس هذا نديرها في واحد البيبليوتيك ولا واحد المكتبه سميتها فورميك. فهاد فورميك هادي هي واحد كيف كتشوف هنا is the world's most popular open source form library for React and React Native. هي واحد المكتبة اللي هي مجانية، اللي كتخليك انك تتعامل مع لي فورم ديالك سواء في React ولا في React Native. فانا كنت خدمت بيها من قبل وعجبتني، وبغيت انني نشاركها معكم هذا مكان. فاحنا غاديين ما غاديش نديرو شي بروجي اللي هو كبير، غتكون عندنا واحد الفورم، وهذيك الفورم هذيك هي اللي غادي نخدمو عليها في هذا الميني كورس هذه كامله. وقبل ما نبداو، فانا كنبغي نشكر كاع الناس اللي يعني اللي كيشجعونا سواء بلي ميساج ديال اللي كيقولنا الله يرحم الوالدين، واللي كيقولنا شكرا. فالناس هادو كلهم انا كنشكرهم وكنشكركم جميعا، حتى الناس اللي كينتقدوا ما عندناش مشكل. المهم هو ما يسبكش، ولا خصوصا يعني بنادم اللي ما كيعرفك ما كتعرفوه، فهمتي. فانا كنشكر كاع الناس، واصلا ما كاينش تعليقات اللي هي مسيئه، فقط شي يعني على حسب ما شفت شي واحد ولا جوج هما اللي دازو. اما الاغلبيه كيكون انتقاد على اما المحتوى ولا على الاخر، والناس يعني والجزء الكبير ديال الناس فهو كيشكرنا، وهذا من فضل ربي. ولهذا انا كنشكركم بعدا اولا على كاع الناس اللي كتفاعل، والناس اللي كتشجعنا باش نزيدو القدام. فشكرا لكم جميعا واحد بواحد. اذا غادي ندوزو نعم سيدي، قلنا الفورميك. فالفورميك هي هذه، غتمشي لهاد لو سيت formic.org، وعندنا هنا الدوكس. فبعدا خصك تزيد بروجي جديد، يعني زيدو فين ما بغيتي. انا راني زدتو سميتو رياكت فورميك. فعندي هنايا بالنسبه لهذا جراف كيول، هذا ما زدتش عليه غير سنين اكتواليزي، حيت هذا كان عندي من قبل هنا سبريميتو. المهم عندنا غير لو فيشي ديالنا اللي هو ا.جي.اس اللي هو هذا، ففيه غادي نخدمو. المهم زيد بروجي ديالك ورجع كمل. فمن بعد قلنا الفورميك لو سيت هو هذا. الا مشينا للدوكيومونطاسيون، فالدوكيومونطاسيون فيها تقريبا كل شيء، فيها شي حوايج، فيها كل شيء، يعني كاع الحوايج اللي ما غاديش نشوفهم ولا غادي نشوفهم. باش تانستالي اول حاجه كدير ام بي ام انستال فورميك تيري تيري سيف. فزيدها يا راني ديجا انستاليتها عندي هنايا، ديجا انستاليتها من قبل، هي هادي فورميك انستال فورميك تيري تيري سيف. انا ديجا راني انستاليتها. المهم انستاليها عندك ورجع نكملو. من بعد سيدي منين غادي ترجع، غادي نجي لهنا البوت ستراب. فبوت ستراب هو باش غادي نخدمو، غير باش نديرو ستيل وصافي. فهز الفيشي ولا لوليان سي اس اس مع ليليان ديال الجافا سكريبت، وزيدهم عندك في البابليك اندكس بوان اش تي ام ال. فراهم ديجا نزلتهم عندي هنايا. ف
فعندي ها هنا ها هنا فهنايا الفيشي الساسس. بالنسبة للفيشي الجافا سكريبت فعمل ما غاديش نحتاجهم، المهم بغيتي تزيدهم زيدهم، ما بغيتيش ما تزيدهمش. وغادي نحتاجو ايضا نهزو من بوتستراب، غادي نهزو غير الفورم، فغنجيو لهنا للكومبوننت. هما ديجا راه عندهم واحد الفورم هنايا، غادي نهزوها ونزيدوها عندنا. فهاد الفيديوز فهاد الميني كورس هذا ما غاديش يكونوا الفيديوز طوالين، فغيكونوا فيديوز قصارين ديال ما عدا هذا الاول حيت فيه المقدمة وهادي وهادي كيكون طويل، فأغلبية الفيديوهات غادي يكونوا 5 دقائق 4 دقائق هذا ما كان. حيت هنايا هاد الميني كورس هادي ماشي شي حاجة اللي هي هكدا، ففقط تعرف كيفاش تصاوب لي فورم ديالك بهاد البيبليوتيك. هذا هو الهدف من هاد الكورس. فإذا جينا دابا عندنا الفورم ديالنا هي هادي، غادي نحيد هاد الانبوت تشيك بوكس ما غاديش نحتاجها، ولا خليها دابا من بعد نزيدوها ملي نوصلوا للتشيك بوكس. دابا نعاودو نزيدوها ونشوفو حتى نوصلو للتشيك بوكس. دابا يلا عاد قلنا بسم الله، فشنو قالك هنا فور انبوت؟ حقا نسيت، خصني نزيد هنايا الانبوت، نزيد لهم 6 ديالهم. فين هي الانبوت الاولى؟ هي هادي، والانبوت الثانيه ديال الباسورد، هذاك الايميل، وهذا الباسورد ها هو هنايا خصنا تا هو نسدوه. خصني حتى هاد الكلاس خصني نبدلها وندير في بلاصتها كلاس نيم، باش ما يبقاش يعطينا واحد الورنين. فغادي نسلكسوني هاد الكلاس هادي كامله وغادي نبدلها وندير في بلاصتها كلاس نيم. كنظن هادو هما اللي فيهم الكلاس، ما كانت شي حاجه اللي ما شفناهاش. فإلا دابا درنا اكتواليزي غادي نلقاو الفورم ديالنا هي هادي، هي تزادت. غنديرو انسبكتو الكونسول باش الا كانت عندنا شي ايرور، فنشوفوها هنا في الكونسول. مازال عندنا هنا هاد فور، هاديك فور هي ديال هاد اللابل هادي هنايا، غادي نبدلو نديرو لها فور اش تي ام ال، حيت في رياكت جي اس خص دير فور اش تي ام ال، ماشي فور عادية. فانا راني غلط، ماشي فور اش تي ام ال هي هادي، خصها تكون مينيسكيول فيها هادي، لا مينيسكيول ولا مينيسكيول. فدابا سيدي غادي ندخلو في الموضوع ديالنا. دابا ما عندنا حتى شي ايرور، عندنا هاد الجوج لي شون، عندنا هنا الايميل وعندنا هنا الباسورد. فاول حاجة باش نخدمو بفورميك خصنا نريكوبيريوها، من بعد ما زدناها خصنا نريكوبيريوها. كنقول امبورت هكذا، وغادي نقول امبورت يوز فورميك اللي هو واحد الهوك. فالهوك هي فونكسيون، الا سبق لك تبعتي معايا الدوره ديال رياكت جي اس، الهوك هي فونكسيون فروم فورميك. دابا انا ريكوبيريت هاد الهوك هذا اللي هو يوز فورميك، فهو فونكسيون. هذا هو المعنى ديال هاد اليوز هوك، هي فونكسيون صافي بحالها بحال اللي لا. المهم الا ضروري ما خصكش تكون عارف رياكت جي اس، كنت تبعتي معايا الدوره ديال رياكت جي اس باش تعرفني علاش كنهضر، ما يمكنش تتبعو انت ما كتعرفش رياكت جي اس. فغادي نزيد واحد الفاريابل، غادي نسميها كونست فورميك. شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا داك الهوك اللي هو يوز فورميك. وهنايا هاد اليوز فورميك هذا كياخد واحد الاوبجيكت، هو هاد الاوبجيكت هذا، وهاد الاوبجيكت كياخد واحد القيم. اول قيمه هي سميتها انيشال، هكذا انيشال فاليوز اللي هما لي فالور بار ديفو، يعني لي فالور بحال اللي تقول بحال ملي كتفتح ستيت، بحال في ستيت ملي كتعطي لي فاريابل اللي غادي يكونوا عندك. تي هذا هو المعنى ديال هاد الانيشال فاليوز. فهنا غادي نعطيو هنايا اوبجيكت، غنقولو عندنا الايميل غيكون فيد، وعندنا الباسورد لا يكون تا هو فيد. وهذا دابا حنايا درنا ال يعني ال
كسميتو يعني زدنا الهوك ديالنا، فغادي نديرو اون فوا لاخر الفورم ديالنا، اون فوا نديرو لها السبميت هنايا، غادي نديرو اون سبميت. فاش نديرو السبميت للفورم فغادي تيكزيكيتا لنا واحد الفونكسيون. هاد الفونكسيون هادي فين كاينه؟ كاينه في فورميك. غادي نقول فورميك بوان هاندل سبميت، فهو يعني فورميك اوتوماتيكيا فاش انا كنكليكي على السبميت، فاش كنكليكي على هاد البوطون هادي سبميت، ملي كنقول له يعني كان اكزيكوت السبميت، هو اوتوماتيكيا كي اكزيكوت هاد الفونكسيون اللي كاينه هنايا اللي غادي تكون فورميك. وهاد الفونكسيون هادي حنا غادي نزيدوها. دابا غادي نديرو حنايا نديرو اون سبميت، يعني اون فوا نديرو سبميت الفورم، فهادي كما قلنا فهي فونكسيون، تي هي فونكسيون اللي كتكزيكوتا، يعني اون فوا ندير سبميت للفورم فغتكون فيها الفاليوز. الفاليوز هما القيم اللي جاوني من الفورم، فاحنا ما غنديرو والو، غادي نديرو غير كونسول بوان لوك وغادي نافيشيو الفاليوز اللي هما لي فالور، هاد لي فالور اللي جاونا من الفورم. ومازال واحد الحاجة أخرى مازال مزدناش اللي هي اون تشينج، يعني اون فوا نسالي يعني نسالي الكتابة ديالي، يعني اون فوا نحبس من يعني نوقف من الكتابة في لو شون، فخصنا ندير اون تشينج. اون تشينج غادي تيكزيكيتا عاوتاني واحد الفونكسيون حتى هي كاينة في فورميك، فكنقول فورميك بوان هاندل، هنا ماشي سابميت وني هاندل تشينج، هاندل تشينج هكذا. وهاد هاندل تشينج هي بحال الا زدتي شي فونكسيون اللي سميتها هاندل تشينج، واللي كتريكيبيري بيها لا فالور ديال 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 لو شون. فهنا هاندل تشينج مينيسكول، وهنا حتى هاندل سابميت مينيسكول، فانا راني غلطت فيهم. فهنايا هاندل تشينج وما كتحتاجش تعطي السميه ديال لو شون العادي، ففورميك اوتوماتيكيا غادي تعرف السميه ديال لو شون، ولكن حنا خصنا نزيدو، راه مازال ما زدناش السميه ديال لو شون. فهنا غادي نخليو هادي اون تشينج هاندل تشينج، وهنايا غادي نجيو غنزيد النيم. في النيم اللي خص يكون هنا باسورد، خصو يكون هو نفس النيم اللي زدنا هنايا، اللي زدنا في الانيشال فاليوز، فاحنا زدنا باسورد، فحتى هنا خص تكون باسورد. وهنايا حتى هنايا غادي نديرو النيم وغادي نعطيوه ايميل، فالنيم خصو يكون نفس كما قلنا نفس هادشي اللي عندي هنا في الانيشال فاليوز، ايميل والباسورد. حيت هنا في هاد فاش كنقولو فورميك بوان هاندل تشينج، فاش هو كي اكزيكوتي الفونكسيون ديال اللي غادي يريكوبيري لا فالور، فكيقلب على القيمه اللي كاينه عنده في الانيشال فاليوز، فملي كيلقى ايميل فهو كيعطي له القيمه اللي كاينه في هاد الانبوت. ونفس الشيء هنا كيقلب على الباسورد، فاش كيلقاه كيعطي له القيمه اللي كاينه في الباسورد. هادشي علاش خص ضروري ما تعطي النيم، تعطي له السميه ديال لي فالور اللي عندك في الانيشال فاليوز. فدابا الى جينا لهنا نشوفوا واش عندنا شي ايرور ولا عادي، ما عندنا والو. فالى جينا دخلنا شي ايميل كما كان ودرنا هنا الصمادي، فالى درنا فاليدي، والى جينا لهنا بلاتي عندي وقال شي حاجه ماشي هي هذيك هنايا اون سبميت، وقال هنايا راني غلط في هذا الهاندل، وقيلا هاندل سبميت باس ماجيسكول، ما عرفتش واش هاندل سب نسيتها، شتي دابا الميموار مشات لي. نشوف واش هاندل سبميت، الا ما خدمتش غادي ندير بوز ونشوف نتاكد منها حيت نسيتها. ايوا خويا شنو مشدر، سبحان اللي ميسها ولا ينعم. غادي نديرو الصمادي الا درنا دابا فكيخدم مازال كيدير، شتي كيدير كات، فغادي ندير بوز نشوف داك السميه ديال السميه ديال الميثود حيت نسيتها، ما عندي ما ندير اخويا نسيت. فكما قلنا فعندك هاندل سبميت، انا وقيلا كنت غلط غير في الكتابه، شتي كنت داير هاندل سبميت، انت راك ربما راك شفتيها، فهذا هو الخطا فين كاين هاندل سبميت.
انا كنت قلبها. كاين واحد الحاجة اخرى هو انني نسيت ما زدتش حتى الاي دي، فخص تزيد حتى الاي دي يكون ايميل نفس الشيء. وهنا عاوتاني الاي دي يكون باسورد، فهذا تا هو خطأ. نسيت انا ما دزت ميش تصفيح، حيت حتى شفت هنا وكاين هنا ليكزومبل، فراه كلشي كاين في الدوكيومونطاسيون، هنا في التوتوريال هما دايرين نفس هادشي اللي كنقول لك انا، وكاين هنايا. فغادي نعاود ونرجعو دابا، الا دخلنا شي ايميل ودرنا شي مود باس، الا درنا دابا فاليدي غادي نجيو لهنا للسبميت. فعندي هنايا الايميل فيد هوس باسورد فيد شتيش هاندل تشينج ماجيسكول، هذا هو. لا مشكلة دي يا اخي، هذا مشكلة عويصة. شتي يا صاحبي، ورا ماجيسكول وانا مشيت درت لا مينوسكول. دابا داك الهاندل سبميت هي اللي خربقت لنا، فما كنقلبش على الاعذار، غير غير ما شويه ديال السهو. فغادي نديرو فاليدي دابا، فإلا درنا فاليدي ما غادي نلقى والو. ومشكلة والله الا مشكلة. فهو هذا ما عرفتش علاش سبميت بلاتي شنو كنديرو. هنايا كونسول بوان فاليوز، ايوا هي هادي. فين كاين الايرور فين كاين الايرور؟ انت هنا فاليوز هي اون سبميت، هاندل سبميت هنايا اون سبميت بلاتي وقالت هي راني غلط فيها. لا هادي اون سبميت، فين كاين المشكل؟ ايميل تشينج فورميك حتى هنا انت شتي يا صديقي، حتى هنا يا هاندل تشينج. مشكلة هذا صاحبي، حشمنا هاد الفيديو والله الا حشمنا. فدابا هي غادي تخدم معايا، انا راني غلط، هاندل درت لها هاندل قلبناها. فدابا الامور راه مزيانه، دابا انت نديرو الصمد هنايا في المود باس، في درنا السبميت غنجي لهنا غادي نلقاوه تزيد هنا. فهذا ما كان المهم، انت الخلاصه ديال هادشي اللي درنا حنا. المهم هو تفهم شنو خلاصه، قلنا كان ريكوبيري يوز فورميك اللي هي واحد الهوك. هاد يوز فورميك هادي كنعطيها لواحد الفاريابل سميتها فورميك، وكنعطيها الانيشال فاليوز. هاد الانيشال فاليوز هادو هما لي شون اللي عندي، ولي شون اللي عندي خص ضروري ما يكون فيهم الايدي والنيم، وهنايا يكون عندي الايدي والنيم. فالسميه ديال لو شون خصها تكون نفسها السميه ديال الانيشال فاليوز. وهنا في السابميت، يعني فاش كندير الفورم سابميت، فاش كنكليكي على البوطون سابميت اون سابميت، كنقول فورم بوان هاندل سبميت. هاد هاندل سبميت هي ميثود اللي كاينه فورميك، وهاديك ملي كنقول هاد الهاندل سبميت كتيكزيكوتا هاد الفونكسيون هادي اللي كاينه هنايا، هي اللي كتيكزيكوتا. وهاد الفونكسيون كتاخد الفاليوز، هاد الفاليوز منين كنجيبوهم كنجيبوهم لي شون، فهما هاد الفاليو اللي هما لي فالور اللي كيكونوا هنايا في لو شون، ما القيم اللي دخلنا. وحنا شنو هنا فاش كنديرو السبميت فقط كنافيشيوهم هنايا. فهذا ما كان في الجزء الاول، واخا كانوا فيه يعني بعض الاخطاء اللي عندهم علاقه غير بالكتابه وصافي، انا غير غلطنا ما بين المينيسكول والماجيسكول. فانا هاد الاخطاء ديال هادو راه كما كنقول دائما راه بالامكان انني نسوبريميهم، يعني ملي نكون كندير التريتمون ديال الفيديو لكن انا كنخليهم وصافي. المهم باش كتعرف بان راه كلنا كنغلطوا، راه زعما ماشي كنغلطو ونعاودو نغلطو ونعاودو نغلطو عاد كنوصلو للنتيجة الصحيحة. فهذا ما كان في الجزء الاول، نشوفو في الجزء الجاي فين غنشوفو كيفاش نديرو الفاليداسيون. مثلا هاد لو شون هذا ما يكونش عندي فيد، وهذا مثلا ما يكونش فيد ويكون مثلا غير فيه واحد العدد معين ديال الحروف. فهادشي كامل غنشوفوه ابتداء من الجزء الجاي، نشوفو في الجزء القادم.